اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم حصاد عقود من الإنجازات في العديد من المجالات، مشاريع كبرى في المجال الاقتصادي، المالي، الصحة، الثقافة، والتعليم، والتكنولوجيا، والابتكار، وغيرها الكثير. حين ننظر إلى نجاحات دولة الإمارات تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز في هذا الاتحاد الذي كان حلماً أضحى حقيقة وواقع، واستمر قوياً، حلم تحقق بعد جهد وصبر وتضحية وتأسيس لإدارة قوية تخطط وتنفذ وتنجز. نعم، اليوم نحن أمام دولة قوية حديثة مستمرة في تحقيق النجاحات، إنجازات تلو الإنجازات، خططت لها ورسمت أهدافها من خلال إدارة رشيدة عبقرية وقوية ومبتكرة وطموحة. معنا في الاستديو سعادة الدكتور علي بن صباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. صباح الخير سعادتك. صباح النور، مرحبا. كل عام وانت بخير، ومبروك علينا عيد الاتحاد 52. ماذا تقول بهذا اليوم؟ مبروك علينا كلنا اليوم، هذا اليوم السعيد اللي فيه فرحة كبيرة لكل المقيمين في دولة الإمارات والمواطنين، الأطفال والكبار طبعا دائما اليوم هذا يجينا وننتظره في كل عام. صحيح. والحمد لله رب العالمين، كل عام يمر علينا وإحنا في فرحة أكبر وفي تطور وفي نمو. نتمنى إن شاء الله أن الأيام القادمة تستمر، الأعياد القادمة للاتحاد تستمر بهذا الزخم وهذا الفرح إن شاء آمين الله. آمين يا رب العالمين. آمين. ما هي أبرز، إذا بنتكلم على أبرز العوامل اللي قادت إلى وصول الدولة إلى ما هي عليه اليوم؟ طبعا دائما في اليوم هذا مهم جدا ان احنا نوقف ونستذكر الاتحاد ويوم الاتحاد واثنين ديسمبر في عام 71، ومهم جدا عندنا ان احنا نثقف الاجيال القادمه والشباب. صحيح. لماضي الاتحاد وبدايه الاتحاد. الهدف مو فقط ان احنا تطورنا خلال 52 سنه الماضيه، الهدف ان الجيل الحالي من الشباب يفهم وين كانت دولة الإمارات، شو التحديات اللي كانت موجودة، كيف وصلت دولة الإمارات للمستوى اللي موجود اليوم، المستوى العالي هذا اللي موجود. ومهم جدا هذا يساعدهم في القادم إن شاء الله وفي مواجهة القادم بالاستفادة من نفس النهج اللي كان سابق. يعني لو نذكر إحنا في 2 ديسمبر 71 ما كنا أقل تطورا فقط، كنا في المنطقة إحنا كنا تقريبا في مؤخرة الركب. يمكن اتحاد الإمارات كإعلان دولة في مؤخرة الدول اللي تم إعلان اتحادها في الوطن العربي. الوطن العربي دول كثيرة كانت متقدمة علينا في الوطن العربي، فإحنا كنا في المؤخرة. حدث هذا التطور، اليوم دولة الإمارات بالأرقام وبالمعايير الدولية تتقدم العالم ب 186 مؤشر عالمي. صحيح. وتتقدم المنطقة العربية ب 500، أكثر عن 500 مؤشر. صحيح. فالنقلة هذه اللي حصلت من في أثناء 52 سنة طبعا تطور شامل، لكن اليوم أنت في المقدمة، شو أساسه؟ ليش نقلها؟ أول شيء طبعا توفيق من رب العالمين وثروة نفطية الحمد لله رب العالمين، هاي من رب العالمين، ونجاح وقيادة قادة الدولة. طبعا الكل يتفق على القيادة وفكر القادة، ومن رحمة الله عليه الشيخ زايد رحمة الله عليه إلى شيوخنا الكرام، قيادة أحسنت استغلال الثروة الموجودة في مصلحة الوطن. صحيح. ومصلحة المواطن وصول الدولة إلى المستوى هذا. نعم. بالإضافة لذلك رجال وجهود بذلت في تطور الدولة، جهود من المواطنين ومن القيادات اللي كانت موجودة والقيادات الحالية في الدولة ساهموا مع قادتنا في وصول دولة الإمارات للمستوى اللي وصلنا له. فهذه أهم المحاور اللي احنا نركز عليها. نعم. ممكن نركز على نقطة اللي هي دائما كلمة نقولها، الحفاظ على مكتسبات الاتحاد، الحفاظ على الإرث هذا اللي حصل، الحفاظ على إنجازات الاتحاد في ظل التغييرات اللي حاصلة، والتغييرات اللي حاصلة طبعا التغييرات السياسية الاقتصادية الصحية والأزمات اللي تمر فيها العالم والمنطقة، كيف احنا نقدر نحافظ
على النمو المستقبلي بنفس المستوى ونفس الزخم هذا بأن احنا نحافظ على مكتسبات الاتحاد. خير والبركة في الشباب ولله الحمد. الشباب إن شاء الله هم الشباب عماد هذا الوطن. لكن نقول نحن سعادة الدكتور علي أن نقطف اليوم ثمار غرسه القادة، غرسه المؤسسين ولله الحمد. كان في رؤية، كان في تخطيط، إدارة موجودة وصحيحة رغم أنهم ما درسوا الإدارة، صحيح، لكن كانت موجودة، نقدر نقول يعني موجودة من قلبهم طالعة، صحيح، وخططوا لها لنية الحياة الكريمة للمواطنين، لنية، صحيح، الحياة الكريمة وإقامة هذه الدولة، دولة الإمارات. ما مدى أهمية التخطيط والإدارة لهذا الاتحاد؟ صحيح. طبعاً إحنا يوم نقول نستفيد من مقومات الاتحاد والنهج اللي مشى عليه دولة الاتحاد للوصول للمستوى، للاستفادة من هذا النهج في المستقبل. هذا النهج أسسه الشيخ زايد رحمة الله عليه، والشيخ زايد دائماً نقول الشيخ زايد ترك لنا إرث كبير، وأهم ما تركه الشيخ زايد رحمة الله عليه نهج القيادة في دولة الإمارات. النهج هذا اللي موجود اليوم، يوم نتكلم عن اهتمام بالشباب هذا نهج زايد، يوم نتكلم عن اهتمام بالمرأة هذا نهج زايد، يوم نتكلم اليوم في المؤتمر واهتمام في البيئة هذا نهج زايد، يوم نتكلم عن عمل الخير ودولة الإمارات داعمة لعمل الخير على المستوى العالم، هي الدولة الأولى في العطاء على مستوى العالم هذا نهج زايد، يوم نتكلم عن التسامح وتقبل الآخرين واليوم اللي يعيشون معانا، ودولة الإمارات أصبحت هي المقر اللي الكثير ينتقل له ويعيش فيه، كان هذا نهج زايد في التسامح والعدالة في الدولة. هذا كله نهج قيادي، الحمد لله اليوم هذا النهج قادتنا الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ماشي على نفس هذا النهج، وأضافوا عليه أشياء كثيرة. نهج زايد موجود واليوم احنا ماشيين على نفس النهج، وحصلت إضافات من قادتنا بعد الشيخ زايد. اليوم الشيخ محمد بن زايد اللي أضافه إلى نهج زايد تثبيت هذا النهج، هذا أولا. شيء ثاني، إضافة الاستدامة في دولة الإمارات، نعم، والمستقبل، مستقبل دائما الحديث عن الأجيال القادمة، دائما الحديث عن اقتصاد مستدام، دائما الحديث عن الاحتفال بآخر برميل النفط. ليش هذا؟ هذا كل الاهتمام بالجيل القادم والاهتمام بالجيل القادم في دولة الإمارات والاستدامة في دولة الإمارات، نعم. أما الشيخ نتكلم الشيخ محمد بن راشد وإضافته، نعم، إضافته في القيادة وفي نهج الإدارة الحكومية، نعم، نتكلم عن اليوم تأسيس المؤسسات في دولة الإمارات، نتكلم عن التنظيم اللي حاصل، نتكلم عن حكومة تستشرف المستقبل، نتكلم عن حكومة مرنة، نتكلم عن قمة عالمية للحكومات، نتكلم عن دول ياس تستفيد من نهج الإمارات في الإدارة الحكومية. فهذا النهج الكثير اللي أضافه الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. لا مستحيل كذلك. فنشوف فخط يعني ما شاء الله تكامل بين نهج زايد رحمة الله عليه وحفاظ قادتنا على فكر زايد ونهج زايد وإضافتهم لأفكار جديدة في نهج الإمارات، وهذا النهج اليوم اللي احنا ماشيين عليه. صحيح. ويمشي. سعادتك إذا بنتكلم عن استشراف المستقبل والتكيف مع التغييرات اللي تصير للحفاظ على اتحاد قوي، ماذا تقول في هذا الجانب؟ نهج المستقبل، طبعا احنا نعيش اليوم في مستقبل متغير بشكل سريع، ممكن اعطوه اسم الثورة الصناعية الرابعة وغيرها، وامور كثيرة تستحدث بشكل سريع. فدائما الحكومات اذا تمت على جمودها فهي ما بتقدر تواكب مع التغييرات. فدائما نقول احنا اليوم في منطقة شوي مظلمة، فالمفروض نرفع نظرنا، صحيح، نرفع نظرنا وننظر للبعيد اساس نقدر نستشرف. وهذا استخدمنا ادوات الاستشراف، اهتمام بالتقنيات، تسخير التقنيات لتطوير الأداء الحكومي، متحف المستقبل، مؤسسة المستقبل، استشراف، هاي كلها مفاهيم أعطت صبغة لحكومة الإمارات أنها حكومة تستشرف المستقبل وتكون مستعدة للمستقبل بكل متغيرات. استمتعنا كثيرا في حديثك عن مناهج قادتنا، شاكرين وجودك معنا ونتمنى لك عيد اتحاد سعيد. نشكرك طبعا على وجودك معنا، إذا يمكن بتعايد مشاهدينا بطريقتك سعادة الدكتور. والله طبعا احنا نقدر نقول نهتم إن شاء الله أن الأيام الجاية والقادم إن شاء الله وكل سنة نحتفل بيوم اتحاده بهذه الفرحة، نعم، وهذا نتمنى إن شاء الله من الجيل القادم أن يستمر على هذا النهج
وما يسمع لي اللي موجود حاليا. الوعي المجتمعي هو اللي بيساعدنا إن شاء الله. فوعي المجتمع بمكتسبات وبنهج الاتحاد وبقيمة الاتحاد وبالإنجازات اللي تم تحقيقها في دولة الإمارات هو اللي بيخلينا إن شاء الله نستمر. وندعو الله رب العالمين أن هذه الفرحة تستمر والتطور والنمو يستمر في ربوع الوطن العربي جميعا إن شاء الله. آمين بإذن الله. شكرا لك سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. شكرا لك وكل عام وانت بخير. شكرا لك.